الهدف منها كان هو الوقوف على مدى احترام القوانين المنظمة للوحدات السياحية، كذلك مراقبة مدى احترام قانون الطوارئ الصحية بمناسبة انتشار وباء كوفيد 19، وكذلك كل ما يتعلق بالمحافظة على السلامة والصحة ديال المواطنين. العملية الأمنية وقفت على مجموعة من ديال المخالفات والأفعال الجرمية اللي كتعتبر أفعال جرمية معاقب عليها قانونيا، سواء منها ما يتعلق بالمحافظة على الصحة وسلامة المواطنين من خلال ضبط مجموعة ديال الخمور المهربة، كذلك تم ضبط مجموعة ديال ليفينيات فيسكال المزورة والمزيفة اللي كيتم استغلالها من المسيرين ديال المؤسسة الفندقية، كذلك تم الوقوف على مجموعة من المخالفات المتعلقة بإجراءات الحجر الصحي، وكذلك تمت معاينة مجموعة ديال التجاوزات يسموها تجاوزات المتعلقة بالنظافة ديال المطاعم والمكان ككل. هاد التدخل كان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبعد الإشعار ديالها بنتيجة التدخل والمحجوزات عطاو التعليمات السيد وكيل الملك، عطا التعليمات ديالو باش المسير توضع تحت الحراسة النظرية، ومن أجل المزيد من التأكيد ومشاركة جميع الادارات المعنيه بهذا التدخل، كان واحد التنسيق مع اداره الجمارك والضرائب غير مباشره اللي اكدوا بلي ان هذه المشروبات الكحوليه مهربه، وبلي ان ليفينيات فيسكال ليست لهم اي علاقه بالاداره المعنيه. الابحاث والتحريات تبقى متواصله من اجل الوقوف على مصدر هذه ليفينيات فيسكال، طريقه ديال الحصول على هذه المشروبات الكحوليه، وكل شخص تبر التورط ديالو غيكون موضوع مساءله قانونيه. كذلك تم حجز مجموعة ديال الخمور ليفينيات فيسكال. هذه العملية غتبقى مستمرة، وغتمس مجموعة من ديال المؤسسات الفندقية والمطاعم المصنفة سواء منطقة عين دياب أو مدينة الدار البيضاء. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.